سلام كبير أوي للناس اللي شرفونا الليلة. ايه ده؟ ايه دول؟ خرب بيت منظرك انت وهو، ايه الاشكال دي؟ انا اتعاقدت عليهم بالليل ما شفتهمش. اه والله العظيم. وايه اللي واقف في النص ده؟ ده انا معزي فيه امبارح. الله شارب القهوه في امبارح. الله، يمكن بيتحاسب. بسم الله الرحمن الرحيم. ده روح، الارواح جايه معايا. يلا يلا كده عشان ننسى الارواح دي. قول حاجه. تعمل معزة في الآخر ليه؟ يلا حتة حلوة كده. أول مرة أشوف واحد يزمر ويتمضمض. يلا حتة سريعة. لا أسرع. لا مش عاوزها أنا دي. مش عاوزها أنا دي. لا مش عاوزها. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه ده؟ دخلنا جنينة حيوانات ولا ايه؟ أول مرة أشوف واحد من غير رقبة. يمكن ده اللي بيشتموا بيه. يلا يا مقصوف الرقبة، يلا يا مقصوف الرقبة، امشي يا مقصوف الرقبة. ربيت أهلك. ايه ده؟ ده دقنه في صدره يحلق ازاي ده؟ هو هو طائر البطريق. هو طائر البطريق. هو انا طائر البطريق. طب ابلع ابلع اللي في زورك. ابلع. ابلع ايه؟ اه صحيح، ده انا مالكش زور، ده انت على طول. بقول لكم ايه، اصحوا معايا النهارده، عاوزين احلى شغل، احلى ليله. صديق عمري صاحبي هيتجوز الليله دي، احلى شغل نعمله. ها بسم الله الرحمن الرحيم. ايتها الروح، ايتها الروح، كوني معانا النهارده وقابلي ربك بكره. اعملي معروف. وبعدين برضه مع الموسيقى والحاجات دي انا هقول شويه نكت عشان الناس بتحب تضحك. ها بس كونوا معايا بقى اما اقول نكته ومحدش يضحك تغطوني. ها بس مليش كده، يعني انا اقول النكته انت حاسه كده محدش ضحك، امر بانا اللي بتعملوها دي. ها اعمل معروف، حاسه واحده بس ما لقيتش الحق. ام لما انا تدريني. ها غطيني، مش فاهم زي امبارح اقول لك غطيني جيب بطانيه تربيها عليا. يلا جرب بقى. مره واحد قابل واحد عليكم ده مش بيغطيني، ده بيدفني. خلاص
انا هبقى شاور لك. مره اتنين قبله اتنين. اتنين قبله اتنين. الاتنين الاولانيين بيقولوا واحد اما لا بقى لا. ايوه كده خلاص هنروح كده نشم هوا وبعدين لو تهنا انتوا عارفين السير اللي بينا. ها هوبا تيتو ماما هوبا ماما ايه. ها هوبا تيتو ماما هوبا ماما ايه. ها عاوزين مسؤول بقى كده حلو عشان نتفق على الفرح ونشوف هناخد فلوس ولا هي بيات واكل. اي خدمه يا استاذ. لحظه واحده عاوزين واحد ابن حلال كده. هل هنحط اسمنا في البروجرام ويطلع في الجرايد ولا هناخد فلوس؟ اي خدمه يا استاذ. ايوه لحظه انت واحد. يا ساتر شعرك جاي في عينيا. لا 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 فكاهه. ايه رايك؟ اسمع بقى معلم ده فندق محترم. نعم فندق خمس نجوم. فندق ايه؟ خمس نجوم. اندهلو اندهل مين؟ فندق مين؟ خمس نجوم. اندهلو اندهل مين يا اخو؟ اول مرة اسمع ان في فندق صاحب اسمه خمس نجوم. خمس نجوم؟ لا فندق مين صحيح؟ خمس نجوم. اندهلو اندهل مين؟ قول له في ست نجوم مستنينك بره. ستة؟ بلاش ستة، قول له في نجمة واحدة. قول له محمد نجم مستنيك بره. يلا محمد نجم مستنيك بره. يلا يلا هو اصله من عيلة نجم وانا نجم يبقى انا عيلة واحدة. بقول لك ايه؟ انا العفاريت بتتنطط في وشي. ايه؟ العفاريت بتتنطط في وشي. وانا اقول يا رب شفت الملاهي دي فين؟ ملاهي؟ عفاريت. هو بتعمل ايه؟ استنى على عفريتة. حاسب عفريتة هيتزحلق. الله لا لا فكاهه. ايه في بقك؟ ليه؟ عفريت عاوز يعمل تواليت. فكاهه. بقول لك ايه؟ ما تطلعش زرابيني. ما تطلعش زرابيني. يا عم انا عارف انت حاططهم فين. ايه ده؟ انا جيت جنب زرابينك. زرابين ايه يا اخويا؟ يا نهار اسود. لو لا زرابينك انت بتقول ايه؟ بقول لك ما تطلعش زرابيني. دور عليهم انا جيت جنبيهم. انت حاططهم فين؟ انت بتعمل ايه؟ حاطط زرابينه فين ده؟ زرابين ايه؟ انا جيت جنب. يخرب عقلك اوعى اوعى زرابينك تطلع. يبقى منظرك وحش. راجل واقف وزرابينه طالعه وماشي يجر في زرابينه بقى. جر. افرض زرابينك اتنطرت على الارض. واحد تاني جاي متزربن زرابينه اتنطرت جت زرابين ده على زرابين ده. لا خلي كل واحد متزربن في حاله يا ابني. اعمل معروف. والله العظيم انا عارف امثالك يجوا ازاي. انا هجيب لك اللي يشرعك هنا. بقول لك ايه؟ نعم. اوعى تفتكر ان انا بيه. بيه؟ ده انا برمجي قوي واشرحك. والله؟ ايوه. طب انا هفرغك. نعم. عنتر. عنتر ان شاء الله تجيب عبله وجي الباب ابي. العنتر. يا ولا قال يعني الواد بيهددني. هو ده اوتيل. يا سلام. يا عم روح شوف الهموش اللي عمال يلطع فينا. هو ده اوتيل ده. فين عنتر بتاعك؟ انا عنتر. ما تيجي يا اخويا. خش يا حبيبي. ولا هي منظره صوت بس. يا ساتر. ايه ده؟ عينيا مالها؟ في سواده جت في عينيا. يا ساتر يا رب. فين ده؟ انت فين يا ابني؟ انا عنتر. انت فين؟ بص تحت. ابص تحت؟ فين عنتر ده؟ بص تحت. فين انت؟ يا ابني لا ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يحيي العظام وهي رميم. يا رازق الدوده في الفانيلا. اول مره اشوف دوده متضايقه. انت بتدخن؟ بدخن. اه ليه؟ ايه اللي جاب الشيشه دي جنب مني؟ شيشتي؟ والله في حجر محروق جنب مني اهو. حجر ايه؟ انتوا بتسيبوا النار تطفي. نار ايه؟ فين اللي؟ شايلين اللي منه. لي ايه؟ امال بتشد منه ازاي؟ شد ايه يا اخويا؟ النفس اللي بتاخده بتشد منين؟ من ايه؟ يعني ايه؟ انا مش فاهم. لا ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ده كائن غريب. ده عنتر. قول لي. نعم. حللت بول. حللت بول ليه؟ يمكن دي الحصوة اللي نازلة في البول.
كل دي حصوة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ده مش عنتر ده. لا عنتر. لا مش عنتر. لا عنتر. ده الإشاعة بتاعته. يعني إيه؟ فين الظرف الأصفر اللي كان جاي فيه؟ مش الدكتور بعته ظرف أصفر؟ ظرف أصفر. يمكن اتنطر. اتنطر. من الظرف. أيوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما حصلوش حادثة؟ يا سيدي أبداً، هو جسمه كده بس قوي جداً. الحمد لله، أول مرة أشوف واحد عايش بالعمود الفقري بس. يا ساتر. هو ولا تجي على الله. يلا يلا، وانت شبه القرد المتحنط. بس انا لا مؤاخذه بشبع على حضرتك، انا عمري ما شفتك. لا لا، انا شفتك وهفتكر والذاكره بتاعتي ما تخنيش. ماشي، بس لا مؤاخذه، احنا عاوزين ناكل لقمه. البوفيه مستنيكوا جوه. يعني الناس جوه بالاكل كله. هوبا تيتو ماما، هوبا ماما ايه، هوبا تيتو ماما، هوبا ماما ايه، هوبا تيتو ماما. فندق محترم زي ده يبقى فيه مزيكة حسب الله. فندق خمس نجوم اندهلوا. انا لازم اعمل عيان عشان ما اروحش الاراك. والله يخرب بيت سنينك. هو بيمشي اللحمه. ايه ده؟ صوت. أيوة. غريب عليا. هات اللحمه تعينها كده والشوربه الفخلي فيها على باجي. ايوه يلا. الصوت ده سلام. فندق خمس نجوم حبيب قلبي. ايه ده؟ ميه معديه كمان. يا سلام. عبد الجبار حبيب قلبي. عبد الجبار انا صاحي. خش صديقي حبيب عمري. عسلة عمري. تعالى. ازيك يا هلا؟ ازيك؟ يا سلام. معقولة؟ ده انت بتحلو يا هلا. وحشنا يا هلا. يا سلام يا دنيا. اي والله يا سلام يا دنيا. ايه ده؟ بعد الفراق ده كله. اي والله العظيم لينا نصيب. عبد الجبار يا ابو صديق عمره. الفرحه نسيت اسمك. قول لي اول حرف من اسمك. اول حرف. اول حرف عين. شوي 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 عين. عشوي. في حد اسمه عشوي؟ اسمك فيه شيز؟ عبد الستار. يالا عبد الستار يا ولا. معقولة؟ معقولة كده؟ أنا 10 سنين ما شفتكش. مروا علي 40 سنة. الله يشقلتك. أنا مروا علي سنة. أنت بتكرهني أنا؟ يا عم لا، من حلاوتهم مروا زي الصاروخ. اتغيرت كتير الله يلعن. قول لي عامل إيه؟ عامل إيه؟ صينية بطاطس باللحمة. عامل إيه في حياتك؟ في حياتي؟ أهو ساعات أعمل مطرب، ساعات أمشي في زار، ساعات ورا ميت وكله ماشي وطار في الهوا شاشي وأنت ما تدراشي. يا جدع أم لبانة. فتاه. لسه شغال بأنبرة بقى. هي اللي ماشية. لسه شغال. وحشتني الحاجات دي. الله يخليك. وايه اللي فكرك بيا؟ لا ما تزعليش بقى. ما تزعليش. يا ساتر عليك. أنا كنت خلاص نسيت الحكاية دي. ليه بس ما تفكرني وخليني أزعل؟ في يا سيدي. ده انا بقيت ما اعرفش اخبارك الا من الجرنان. ها 10 سنين وليله حلوه زي دي ما تبعتش لاخوك حبيبك. وانا اعرف طريقك فين يا نادل. انا الجرنان قعد في حضني يوم بحاله. وبقيت مستغرب ومتمخول اقول يا رب هو، يا رب مش هو، يا رب هو الاسم هو، الاسم هو، الاسم هو. انما العيله ده عيلته معفنه. عيلة مين اللي معفنة؟ أنا لو جبت سيرة عيلتك الدنيا هتدخن. عيلة مين؟ فتاحة. والله زمان. والله زمان. طمني. اتجوزت؟ كتبت امبارح. لا سيبك من الكتاب، احنا عاوزين. الليلة. الدخلة. الليلة. الله. مالك قاعد بتقولها كده وانت مكسور كده؟ تعبان. ما انت لسه قد غشيم. يالا ما تكشش. 10 سنين ما تدردحتش. هات النبي. بس تصدق بالله ربنا بيحبك ودي نتيجة الخير اللي كنت بتعمله. ايه. ربنا بينقذك وبعت لك مين؟ ايه. بعت لك في الوقت المناسب. حبيبي. وبعت ايه؟ الخلاصة. التجربة كلها. ايه الله. أحلى برمجي في الشلة.
احلى بورم فيك يا مصر. فاكر يا لا؟ اسمع بقى وحقك علي انا بقى. إيه؟ اني خليت النهاردة بحكم الصداقة. الله يخليك. فرس. فرس؟ ده معرستك فرس. ايه فرس؟ انا داخل سبق يا ابني. يا تسمع هو فتح مخك فرس. يا ابني ايه دخل الحصمة بالدخلة يا ابني؟ ده انت إيه غبي غباء. فرس. ايه مالي وانا بدخل؟ بس معايا والا اليوم هيروح. قول لي ايه اللي بيحصل لك عشان القلق حل. انا ببقى كويس. اه. اول ما اشوف واحده لساني يتربط واسخن وابرد ايدي تعرق. بس دي حاله نفسيه ولازم تخلص منها بسرعه قبل ما تقابل عروستك. ده الليله انا. انت تثق فيا؟ انت حبيبي انا. قول لي ايه اللي بيحصل خطوه خطوه عشان القلق حل من البدايه. واحد. اه. ايدي تعرق. اه. ايدي تعرق. بس. خلينا في العرق بتاع الايد. طيب. بس. اسكت. بتكلم يا رب على ذنبين كانت ايده وهي بتعرق. لا حول ولا قوه الا بالله. اسكت. لا اجيب لك ثلج ولا حاجه؟ في ايه انا سيبني رايح فين؟ ايده بتعرق وده صديق. ده صديق. خبرتك فين يا هلا؟ خبرتك فين؟ اه ايه ده؟ ايه؟ اول ما ايدك تعرق ايوه طلع منديل ونشفها. بس الحمد لله ربنا ألهمني. ايه ده؟ ربنا ألهمني. ايه ده؟ ربنا ألهمني. الله يخرب. انت لسه بتمشي نص كم كده؟ ده إلهام من عند ربنا. انت لسه بتمشي كده؟ بقول لك ايدي تحرق تقول لي نشفها. امال عاوز ايه؟ يا ابني ادخل يا ابني. انت عاوز الدخلة؟ وبعدين في ليلتك؟ تثق فيا حبيبي. سيبني أول ليلة أجسلك النبض. نبض مين يا؟ في إيه مالك؟ نبض مين؟ أنت نسيت أنا مين؟ ده أنا عبد الستار اللي معلمكم الجدعانة. وأنا غلطت يا ابني؟ أنت مخك راح فين؟ أنا بقول لك سيبني أول ليلة أسأل عنها وأعمل تقرير. بتحب إيه؟ بتكره إيه؟ عشان أجيب لك تقرير. تتقص يعني؟ اسمع بقى اصحى معايا وإلا هسيبك وأمشي. آه. التجربة بتاعتي بنيها لك كلها. آه. أول ما تخش على عروستك أيه. أضرب الأرض برجلك. وبرق. بص بقى ليها. عاوز عينيه في عينيها. العينيه في العينيه. عينيه في عينيه. العينيه في العينيه. ولو نسيت العينين يعني ايز. هي ليها تو ايز؟ يس. وانت تو ايز؟ يس. انا عاوز الايز في الايز. الايز في الايز وشوفها هي ايزه ايه بقى. ايزه ايه؟ واول الدموع ما تنزل من الايض دموع تعيط يعني؟ لا مش عياط. ده دموع الفرحه ان ربنا كرمها بواد جدعه غضنفر. اخوفها يعني؟ يعني من غير ايض يا هبل. ايه؟ اقفل الباب علينا كرسي في قبه نافوخه وبوم. ايه تروح تقتلها؟ ايض ايه؟ اسمع انا بقول لك عليه. اول الدموع ما تنزل من عينيها خش ناحيتها بقى برقه ودلع. اعكس. طالما عملت القسوه بين الحنيه اللي في قلبك. خش برقه ودلع ناحيتها. حلوه. يلا كانها قدامك ايه. وخش برقه ودلع بقى. هي هناك؟ عاوز رقه ودلع. يا رب رقه. ها سيبني بس. ها ها انت داخل كده على مستشفى الصدر مالك؟ صدر صدر ايه؟ ورينا رقه. ورينا الرقه يا عم اهو. ما تغيرش في وشك خليك طبيعي. وريني الانسان كل ما كان طبيعي يبقى اهو. واحد زي كده حلو. نعم. فرز اول حلو. فرز ايه؟ ما فيهوش دفوس. دفوس؟ ما فيهوش اي دفوس. البيت بقى قدام منه بيت واقف. يا ساتر على وش اهلك. فين يعني؟ بيت احلى منك يعني. واقف بقى وخش يقول لها هترجع في كده رقه في الدنيا؟ اسمع اللي بقول لك عليه. رقه ايه ده؟ تقرف مني؟ اتعلم مني بس. اعمل يلا يعمل اعمل يلا اعمل رقه. ايوه ده على مسؤوليتي. حاضر. يا ساتر حمار داخل على جاموسة. ده انا بعد كده بقى هتشيلها من ايديك بقى. حلوه. شيلها من ايديك وتمشي بقى. ايوه كده. وانت شايلها كده انور وجدي. وانت شايلها ملس على شعرها بايديك الاتنين بقى. وانت شايلها
ملس على شعرها بايدك الاثنين وانت شايلها. املس املس الله يخرب بيت اليوم وانت شايلها. ده كان يوم اسود يوم ما شفتك يا ابن ملس. هتقع قوله جديدة. جديدة والله حلوة. ابعد عني ابعد عني يا عيني حبيبي عيني حبيب قلبي ولسه حبيب قلبي. تعمل ايه يا عم؟ ببارك لكم الجواز بعد كده بقى وانت شيلها بقى وماشي تيجي كده تروح موقفها. وقفتها روح اخر الاوضه. انت بتعمل ايه في اخر الاوضه؟ اسكت خالص. في ايه؟ اسكت خالص. ايه ده؟ ايه ده؟ اعوذ بالله اعوذ بالله. نسناس داخل على نسناسه. يا سيدي نسناس يا سيدي رقصه الفراشه. فراشة قصد الفراشة. مش يا راجل الا ايه ده؟ ايه ورا ودنها؟ ايه فقك ورا ودنها وتبعد بقى. تقول لها حسيت بيا لما جيت وراك. ايه ده؟ حسيت بيا لما جيت وراك. حسيت بيا يا اللي بتعمله. اسمع كلامي. يا انا وشك قلب كده ليه؟ في واحد في الدنيا في ليله الدكره. ايه ده؟ انت تعرف الستات حبوا يحيى شاهين ليه؟ ليه الله يرحمه؟ من شفته التحتانيه. لا لا طب كان بيقول ليلى ازاي؟ مره واحده ليلى. ليلى هي بهودي بقى وقفها ورجع تاني اخر الاوضه. الله يخرب بيت اهد الاوضه. اسكت خالص. ايه ده؟ بعدين في يومك ده؟ ده شغل قرود يا ابني. بقك ورا ودنها وتبعد. حسيت بيا لما بعدت عنك. حسيت بيا لما بعدت عنك. يعني اضربك بكرسي. خلاص يا عم. يا ابني ما انا لسه قايلها. خلاص احنا خلصنا الصعب بقى. في تاني؟ هتخش على السهل ومن حقك بقى ما تضيعش وقت. خش على السرير على طول. سرير مين؟ خش على السرير من حقك. سرير وانت داخل ما تضيعش وقت. اقلع في الهدوم. هدوم مين؟ اقلع في الهدوم. هدوم قلعت هدومك كلها. قلعت اندهلها. تعالي اغسلي الهدوم دي. هدوم هدوم غسالة. ايوه ليلة الدخلة لازم ليلة الدخلة الراجل يصدر امر الست تنفذه عشان تحس ان هو السيد. ليلة هي الهدوم لحقت تتوسع. معلش تعمل اي حاجة هي تنفذ من غير مناقشة. بعد كده هتصالحها بقى عشان تحس ان انت رغم انك جبار بس حنين. ايوه لا تعال انا ارهقتك النهاردة. ايوه معلش تعبتك. تعال برورور برورور برورور. تروح حاططها على السرير وتروح انت بقى تحط كلونيا وتوضب نفسك وتسرح وتشيل العفن اللي عندك وتقعد على السرير بقى. اول ما تقعد على السرير حبيبي بخفيه تمد ايدك تمد ايدك تطفي النور حبيبي واول النور ما يطفي ايوه لها الصباح رباح. صباح رباح. ايوه انا كده دخلت. معلش اتلكك ليها بقى. اتلكك ها اتلكك. اسمع اتلكك. انت عاوز الخلاصه؟ طلقها. اطلق مين يا ابني؟ يا عم اسمع كلامي بقى مش عاوزين دوشه بقى. مين انت جاي تخرب عليا في ليله دخلتي؟ خلاص اتلكك لها بقى. اتلكك صبح ولا صباح الخير تقول لك صباح النور. نور هو اللي شافك نور. نور يا شبه الجزمه. انت ايه جاي لي واكلك رم طول الليل عامتيني وانت على العيال. العيال هم ارمي العيال ليها. عيال مين؟ عيالك. عيال انا ما دخلتش من ساعتها. ما دخلتش. العيال مش عيالك. مش عيالي ولا عيالها ولا عيالها. العيال عيالي وانا بعلمها.
نتعلم مين؟ جرياله جرياله دليلتك غبره باين عليك. ما تزعلش مني، انت مش بتاع خطه طويله. خطه ودي خطه يا راجل؟ تعاوز كلمه تقضي بيها الليله. في كلمه تقضي ليله دخله؟ عندي كلمه سحر. ايه دي؟ والله العظيم الكلمه دي لما الست بتسمعها بتروح. ايه دي؟ ما تشوف ست تقول لها احب الفطير المشلتت. ايوه مشلتت. ايوه انا باكل مسلوق يا ابني. وانت رايح تحلل المسلوق ايه يا ابني؟ مشلتت ايه؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ صدق بالله لا اله الا الله، انا مره علقت ثلاث ستات بنص فطير. انت هتنخع. انخع؟ انت هتنخع. حد جاي تنخع لي يا راجل؟ ولا نعم ولا ايه؟ في بيت هناك اهي جرب عليها يلا كله. يا نهار اسود، ابصبص؟ لا جرب. جرب الخطه. انا عمري ما عملت ده قبل في حياتي والله. انا على مسؤوليتي انا. لو هزقتني؟ لا على ضمانتي. يلا اعمل ايه؟ ايه من اول الرجل في الارض. اول حاجه بسم الله. سلامتك من الارض، والله بحس بصدري قبل ما تنزل ظهرك والله. اما انا مالك يا ابني؟ وده وقته يا ابني؟ ما تخليني اخش على ايه بعد المشلتت؟ مشلتت الايز. الايز ملهاش ايز هناك؟ في ايز. خش بعد الايز. خش بالرئه. ده انت نسيت حاجة مهمة. ايه؟ حلق. قلتشو. قلتش ايه؟ ده داخلين على جواز ومصاريف. احنا نلطش. وانت بتحبها قلبها. حرام عليك يا ابني، حرام عليك. بعد ده ايه؟ في يحيى شيخ حسيتي بيا؟ ايه ده؟ في ايه؟ احب الفطير اللي مشلت. ماي دارلينج. الفطيرة لزقت يا جدع. انت ظريف قوي. الله يعمر بيتك. ولطيف قوي. الله يخلي لك عيالك. قولي كلام حلو. قولي كلام حلو. منين؟ اسطوانه. الايس. الايس. عينيكي مالها؟ عينيكي مالها؟ تقوليش بقره بكر. ايه ده؟ انت بتحب في زريبه يا ابني؟ مش عارف الكلام، ما بفهم. خش على الزلومه. ايه دي؟ ايه على الانف. على الانف. الانف. أنفك. إيه الستات دي؟ أول مرة في حياتي. يا لهوي لو مراتي شافتني كده. ما يهمكش، أنا هاخدها في كازينو بس. يلا كازينو. كازينو مين؟ يا عم خلص أرجوك، أبوس إيدك. مش هسيبك. لا لازم تسيبيني. لا مش هسيبك. لا جرأة وليا. ما أقدرش أسيبك. جرأة؟ أنا مش بتاع الحاجات دي. أنا مش بتاع. أشقط. تعال أحب الفطير المشلتت. أوه ماي جاد. تعالي للذي لا يرحم. نزلي ايدك يا بت، نزلي ايدك. تعلم هلا، تعلم هلا. لازم في مقدمات. اعمل ايه هلا؟ بتقول لنا؟ بتقول لنا اعمل ايه؟ يا نهار اسود، اول مره ابوس حته نظيفه. كانوا شوينا. يلا 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 شاكرين. يلا بابا. يلا بابا. بابا يا سلام. كلمة واحدة تفتح مغارة علي بابا. ايه هي؟ احب الفطير اللي مشلتت. خلاص؟ يا سلام. قولها بقى ببقك على طول عشان ما تنساهاش. يلا. اقولها. ايوه. وهي في غيرها. يلا. يا سلام. ودنا دنا 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 في
ايش ناشف ها؟ ايش ناشف يا؟ بالك عامله زي البساريه اللي بتموت. ايه ده؟ بط. ايه اللي جاب خلاط الاسمنت ده هنا؟ بحضانة بالعيال كلها جايين. اصرف يلا. يلا على الفرن يلا. فرن يلا. النار اسود علينا وعلى سفلت الحته اللي انت قدامك. ايه ده؟ فينك يا مراتي؟ اول ما تيجي مراتك هتقول لها ايه؟ احب الفطير اللي مشلته حريمي. ولد فين مراتك يا هلا؟ مراتي عند جوزها. فين؟ عند جوزها. وايه اللي مشاك في السكه الوحشه دي؟ سكه مين؟ انت عاوز فلوس يا ابني؟ فلوس ايه؟ انت بتفكر بايه يا ابني؟ امال ايه الحكايه؟ يا ابني مراتي راحت مراتي ارمله. كمان واخد فرمله. يا ابني مراتي راحت القرافه جوزها مات. راحت للمرحوم جوزها. ايوه. ده ايه ده؟ ايه الواحده اللي تروح للمرحوم عشان تستاذن للزوج التاني؟ ايه ده؟ ايه الاخلاص والوفاء ده؟ اخلاص يحرق الدم بعيد عنك. اللي تعمل كده تبقى من عيله ومتربيه هديالك يا عم. عيله مين يا ابني؟ عيله مين ده؟ انا تعبان تعب. انا يعلم رب. قول لي انا تعالى انت ايه اللي فكرك بيا بعد 10 سنين يا ندل؟ ايه؟ 10 سنين مستريح من وشك. اوعى تكون ناوي ترجع لايام الغبره. لا اوعى. ايام الهنا والسعد والجدعنه. ما اجتمع عبد الجبار وعبد الستار الا وثالثهما العمار. الدمار. ليه يا ابني؟ هي النعمه ما اتجمعنا انا وانت زمان الا يا خناقه يا حريقه يا في الحجز. معلش. ده احنا عملنا كنا بناخد حق ناس ونجيب حقوق الناس. انا ارتحت منك 10 سنين. انا زعلان قوي عليك. زعلان؟ ربنا اداك موهبه تفرط فيها. صوت حلو وحنجره جميله. الناس حبت صوتك الجميل ده. من حلاوه الصوت بقيت تديهم دروس في الانجليزي بالغنى. فاكر موضوع الانشا الانجليزي لما عملته موال؟ انشا انجليزي؟ صدق بالله بيغنوه في الافراح. يا سلام. لو بتحبني ولسه في عشره بيني وبينك سمعهولي. ده 10 سنين يا عاوز اسمعه منك لو في حب بيني وبينك. انت هترجعني لايام. معلش معلش. 10 سنين الانجليزي. Night. It's enough for the sky, it's so easy when you smile, yeah. Yeah, no, yeah. Feel in the space. رجعتني 10 سنين يا هلا. فاكر لما قلت الموال ده فرح اخوك؟ كان يوم ايه يا هلا؟ فرح اخويا؟ كان يوم ايه؟ كان يوم 4. حبيبي صلينا الجمعه وقلنا يلا. صلينا الجمعه يوم 4. انت بتسمع؟ بقولك صلينا مع جمعه وقلنا له يلا. كانت ايام. والله ايام. والله احلى عيال. عيال في عمر الزهور بنشع جدعنا. عيال كنا بنعلم الكبار يعني ايه مرجله. ما كانش في اتخن تخين يقدر. طب زمان كنا كده. النهارده جاي تعمل ايه هلا؟ يا عشان نسرق بنك. بنك مين؟ بنك الشاطئ. بنك الشاطئ. أسرق البنك اللي هشتغل فيه بعد شهر العسل؟ اطمن مش هنسرق فلوس.
امال هتسرق منبوذيه؟ لا، شوية شيكات ورهونات أرض بتاع ناس غلابة راجل خدها حطها في البنك. أوراق، ما هي سرقة برضه. لا لا لا، اللي يسرق حرامي ما يبقاش حرامي. مين اللي قال لك الكلام الفارغ ده؟ أنت عارف الأولاد الغلابة دول يبقوا أولاد مين؟ مين؟ الراجل اللي أنقذ حياتك لما بيتك وقع، أنقذك ومات هو. أوعى تقول عم دابس. هو عم دابس. ساعتها قلت إن ذنبه في رقبتك وجميله طوق حوالين رقبتك. فضل رد جميل في ولاده الغلابه اليتامى. ايه دخل عيال عم دعبس بسرقه بنك يا ابني؟ عيال عم دعبس زي غيرهم ناس غلابه فقره على قد حالهم. الراجل عمل ولي، خد سبحه ونزل قال لهم يا اخوانا المال مال الله، وانا عاوز اعمل صدقه، خلاص بودع، عاوز اعمل صدقه، ساعدوني، اللي عاوز فلوس ياخد. الغلابة صدقوه عشان قلبهم طيب، كل واحد استلف قرشين على قد مشروع صغير ياكل منه عيش. كل واحد منهم فرح ان في راجل عنده ايمان وخير لغاية دلوقت. بعد اسبوع رجع معاه سبحة تانية اكبر، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قال تكاتبوا. الغلابة قالوا الخير موجود والايمان بيزيد. اللي مضى مضى واللي بصم بصم، هتلاقيهم بيمضوا على رهونات الارض. خدها صاحبنا وحطها في البنك، وبعد شهر لو عامل مجمع كبير في كل مشاريعهم الصغيره. انهارت املهم، لا طالوا سما ولا ارض. والمفتري مش يسكت على كده، لا، رفع عليهم قضيه. فاضل يومين، لو ما جبناش الاوراق بتاعت الغلابه من البنك اديناها للقاضي هيتسردوا. والراجل ده راجل كافر ضلالي ما يعرفش ربنا. يا انت الوحيد اللي بتقول عليه الكلام ده. لا، ده في ناس معلقه صوره في الحمامات يتكلموا عن امانه وشرف عبد الشكور الغندور. عبد الشكور الغندور؟ اه والله، ده اساس الفساد والضلاله. انت ما تعرفش ايه اللي عامل. انت عرفت الكلام ده كله منين يا له؟ منين؟ من مرات. مرات مين؟ مرات عبد الشكور الغندور. انت تعرف مراته منين؟ اعرف مراته منين؟ احب الفطير المشلتت. مش انت خبستها يا له؟ يا سلام، كان عليها رأس. تقولش بتاكل جيلي؟ دلال مراتي رقاصة. أنا كان ليا معاها مغامرات تشيب الكتكوت لأصلع. أنت هتسرح بيا، هتسرح بيا. لو راجل قول لي اسمها الحقيقي بس. لا، ما تتعبش نفسك، اسمها الحقيقي أجدع منك ويتقلوك بالذهب ما وصلوش ليه. انما اسمها الفني بطه تيكاوي. ايوه، يعني خدها على الماشي. مراتي انا تيكاوي. بقول لك ايه، عاوزين ناكل لقمه بقى. مش انا حد عندك دم. لازم تخرج بره ناكل لقمه. لازم تطلع بره هيتخرب. حته فاكهه. لا، حته فاكهه بعدين. ده لسه دقه بخيل. مش دقه. خلاص هجيب سندوتشات. هجيب سندوتشات من محلات. سندوتش. الله يعينك يا العودي. راح اريح بصاتي شويه سندوتشات. بالسلامه حبيبي. طب بقول لك ايه. أيوة. عشان ما ننساش. أيوة. عاوزين الاوراق بتاع اولاد عم دعبس. ما احنا هنسرق البنك بعدين، انا مشغول دلوقتي. مشغول بايه؟ مشغول بالبط. بعيد. بمناسبه البط، مش قابلت بطه بره داخله هنا من 10 دقايق ونازله من عربيه سودا بويك؟ ايه ده، عربيه سودا؟ هي عربيه مراتي. حصل ايه يا دون جوان عصرا؟ انا لما قابلتها لقيت في عينيها الدموع. وعرفت انها اتجوزت واحد بعد عبد الشكور الغندور. مظبوط. قالت لك مين بقى؟ قالت لي اهو كلب ويعدي المرحله. اصلها ما تخبيش عليا، انا حبها الاول، انا اول قشطه. ايه قشطه دي؟ ابسط تربيه. ايه قشطه دي؟ لم يلا حرك ازوي. هي وديها للكوافير. حاضر. ابراهيم سكاكيني يا ابن الذين. افتكرتني هو. ابراهيم سكاكيني ده زمان، انا دلوقتي شعراوي بيه مدير عام الاوتيل. في حاجه؟
انا جوه مع المدرسه. اوعى تسيب المدرسه. اوعى. ايوه انت تعرف ده كمان؟ اعرف ده؟ ده اسمه الحقيقي ابراهيم سكاكين. انت مالك؟ ايه اللي خلاه بيه؟ ده كان صايع وبتاع كاميرات وبلطجي. ده الوحيد اللي كان بينافسني على حب بط. يا نهار ايه، ولا مدخلها له بايدي؟ الله الله الله، ده انا اتفرشحت قوي يا جدعان. مالك بتكلم نفسك انا في ايه؟ ده انا اتجننت يا ابني. مالك؟ ده انا اتجننت. يا نهار ايش. افتح الباب. افتح يا قرع الكلب. الله الله. عوزة. تعالى يا احد المخلوقات المجهوله. نعم. في واحد هنا في الاوتيل اسمه عبد الستار. عبد الستار بيك السرياوسي. عبد الستار انا السكيورتي الخاص اللي هانم حرمه. من فضلك. نعم. هو متجوز مين بالظبط؟ متجوز حرم المرحوم عبد الشكور الغندور. بطه. عبد الستار متجوز بطه؟ ولا اقول بيكلم نفسه ليه؟ ما انا من اللي قلته له. ده مش طبيعي. عبد الستار يدخلني اوضه. يا عبد الستار انت فين؟ عبد الستار يا استاذ. انا غلطان يا استاذ. ايوه من فضلك. ايه حكايه عبد الستار ده؟ استاذ ده صديق عمري وانا غلطت فيه من غير ما اعرف والله. ايوه يا استاذ، بس انا عايز اعرف ايه حكايته. انا اللي عايز اعرف هو فين عشان اخده في حضني واعتذر له. شغاله مصر اسكندريه. لا ده مش طبيعي يا ابدا، مش طبيعي والله. ما في حاجه يا صاحبي. صاحبي انت ليك صاحب يا ابني؟ دي حاجات قديمه. وافرض انها قديمه يا ابني. طب انا هقول لك، لو دي هتفرق بينا انا مستعد اقتلها. ليه؟ وانا ايدي راحت فين؟ انت بعد الشر على ايديك. طب اقول لك طلقها. اطلقها ويخلق لك الجو انت ولا قرعاني؟ اقص عليه. ما نصل هندي انا. لكن على مين؟ على مين ده بقى؟ هي فين؟ افتح الباب، افتح الباب. يخلاني الجو انا والقرعاني. يمكن اصلع الواد ابراهيم سكاكيني. والله مش بعيد جايز ياخدها في ليله فرحها. بس من مين؟ من صديقي صاحبي ده على جثتي. اطلع يا ابراهيم يا سكاكيني. شوفوا لي الاسهاب، شوفوا لي المطافي، ده كسر المكتب فوق دماغي. اسمع يا ابراهيم. إيه؟ الخيانه لا. خيانه ايه يا ابني؟ الا صاحبي. انا اعرفك. اسمع. إيه؟ يا لا يا انت. 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 الله الله. انت بتقول له يا لا يا انت؟ لا يا اخويا. انت بتقول له يا لا يا انت؟ لا يا ابني مفيش حاجه. يا نهار الزود علينا وعلى ايدينا. يا اخويا. انت بتقول له يا ني. انتوا بتقسموها على بعض. بتقسموا مراتي. هي جاتوه. يا ربي انا اول مره، اول بختي. تعالى. ايوه يا حاج. انت مش كنت عاوز تسرق البنك؟ عشان الاوراق بتاعه لعب دهبس. انا معاك. معايا؟ تبقى طوعي من البدايه للنهايه. قلت ايه؟ نتفق نعمل ايه؟ اقول لك نعمل ايه. يسكت يوم على الحق شيطان اخرس ما بينطقش. دلي بيسكت يوم على الحق شيطان اخرس ما بينطقش. ايدي في ايد عبد الجبار، ايده يرجع عبد الستار. يعني اتفقنا يبقى اتحقنا، والحق دايما يرجع بيتنا. شو التملي والجيب جرون. ايوه ايوه طيب لو في حد كشفنا فيلم السر ما بيننا تكون. قولها بسرعة اكون ممنون. قولها بسرعة اكون ممنون. واحد لمون والتاني مجنون. واحد لموني موني 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 مون، تاني مجنون مجنون مجنون.
واحد ملموني موني 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 مون تاني مجنون 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 انا خط دفاع انا قلبي هدوم ده انا خط دفاع انا قلبي هدوم واحنا الاتنين هنشوط تلجون واحد ملمون تاني مجنون واحد ملمون والتاني الثاني مجنون في حاجة يا بهوات فكر مالها كنت موته بيقول ايه ده انه يقول باليابانية ميت فل وعشرة على عيون أمك بهية طاتي طاتي ليه تاني؟ يقول رد التحية طاتي تاتي طاتي 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 كمان طاتي تاتي كمان طاتي تاتي طاتي 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 مططي عدل ده بيطير ايه ده؟ انت كسرت وسطه يا عم اليابانيين بيحيوا كده انت مش فاهم حاجة عملت لها يابانيين ليه؟ اغنيها لك اغنيها عرفت ان الكمبيوتر بتاع البنك ده عطلان البنك بعت اليابان عاوز اتنين مهندسين من اليابان يصلحوا الكمبيوتر قلت لو انت نخش نصلح الكمبيوتر ايوه بس احنا ما نعرفش في الكربطوط ومين قال لك هتصلح مين قال لك هتصلح حاجة؟ امال احنا جايين ليه؟ ده انت اللي جايبني انا اللي جايبك ليه؟ يا نهار اسود عيال عم دعبس الغلابة اللي اتظلموا ورقهم هنا انا مهن ما انا مهن امي انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ ولا انت بتعمل ايه؟ لحسن يفتكرونا مش يابانيين هو الياباني يعمل عن لمؤاخذة انت شكلك مش ياباني انا انت بالبتاع دي عامل زي الجدي ما امشي اشربي مع اخواتك يا عارجة انا جدي انا شكل جدي انا اسم الله على شكلك حياة معزة زريبي بس حلوب يعني ايه حلوب امراه مفيش ياباني كده مفيش ياباني بيعمل ده طيب. ما تكشفش لعلمك بقى اللي على دماغك دي ما هيش ياباني دي صيني يا سلام اعتبرني ياباني جمعوه في هونج كونج انت معايا ولا انا مهني مهابة انا مهني مهيطة انا مشي مشي مهابة دي مشي مشي يا خرابي اسود وبنيلة بتاع دي يعني كتمة على رجلي مش دي اللي كتمة العدة اللي حطينها احنا اهي في مهندسين يشيلوا عدة في صدرهم امال فين؟ فين الشرط الفسفوسايس؟ فسفوسايس؟ ادم تالا خلاص كل مهندسين اوروبا بيشيلوا العده هنا تلاقي المهندس شايل من الابره للصاروخ بص معلش من الابره للصاروخ مش حته خشبه صغيره احنا عاوزين الاوراق بتاع اولاد عم دعبس عشان نمشي ورايا يلا بسم الله ايه ده؟ ايه ده؟ كلك نظر طب بره البنك بقى بره البنك يا الدلعاني تعالي امشي
ايه ده؟ الحق بطه في البحر بطه. يا نهار اسود، مين دول؟ الظهر الخبر اليابانيين اللي جايين يصلحوا الكمبيوتر يا فندم. اهلا وسهلا. طاتي بصلاتي. وفي ايه؟ انه يحييكم فردوا له التحية. طاتي طاتي. هو زعلان من ايه؟ انه يشعر انكم تردوا التحية ببرود فردوها بحرارة. حسيت بيا. موشي موشي عن فوشي. هو بيقول ايه بس؟ انه يقول هشة هشة انت شبه المقشة. لا ده كتير قوي. معلش يا فندم، يصلحوا لنا الكمبيوتر وبعدين يغوروا. يغوروا؟ سباكي كباكي وشك شبه افاكي. ماله ده زعلان من ايه؟ في ايه؟ يغوروا. انه يسال عن معنى كلمه يغوروا. افهمته ان كلمه يغوروا غير موجوده بالقاموس الجابانيز. كلمة يغوروا كلمة لا يقولها إلا أولاد الشوارع عليهم. عارفة كده يا فندم. معلش معلش، صلحت البيت. صلحت البيت. ألف مبروك يا فندم. الخبر اليابانيين وصلهم. هم وصل. أي يا فندم، طالعين وراها على السلم. إيه؟ طالعين وراك على السلم؟ أيوة. أمال دول يبقوا مين؟ تاتي تاتي تخرب بيوتاتي. ما هي دي شورة أمك. دول. حاضر يا بني. يا نهار اسود اليابانيين. تعال هنا. انت رايح فين؟ انا اقيس المسافة. هاتهم يا حرف. هاتهم. اتفضلوا. ماركو مش هيعدي على خير. اليابانيين. دول كمان بيقولوا ان هما جابانيز. جابانيز؟ هلو. اي ام مستر هوتشينو. اي ام كابوتشينو. نعم. كابتشينو اند يو رغيفينو. ياهو سرياهو. ياهو سرياهو. ياهو سرياهو نوينو. نوينو. هو في ايه؟ ماذا انت ترى؟ نحن من؟ نو. ايه؟ نو جابانيز. احنا نو جابانيز. اسود الكلب ده جابانيز. يمكن ياباني محروق. ده شبه عبدة الشيطان. نو جابانيز. بيزعقوا ليه؟ لا احنا اكتشفنا ان دول مش جابانيز. دول حنفي. اوبر يا باشا. تعالى اوبر. انت مش مأكد انك شفت الباسبورتات بتاعتهم؟ حصل يا باشا. قول له. ايوه الجماعه دول انا جايبهم من المطار. دول يابانيين. انا متأكد كويس. لا مش جابانيز. لا يابانيز. انت شفت الباسبور بتاعهم؟ شفت الباسبور بتاعهم. اتأكدت من الباسبورات؟ اتأكدت. شفت وشه وظهره؟ شفت وشه وظهره. انت شفت الظهر؟ ده والوش. والوش اتاكد. ظهره ووشه. انا عاوز اعرف. ايوه. وش ولا ظهر؟ وظهر. يعني مش وش وظهر. يعني انت شفت الباسبورين الاثنين؟ ده وده. يا ساتر. الحمد لله. شفت باسبورة؟ أيوة. تعال شوف باسبورة أنا بقى. تعال. دي باسبور. أيوة. دبلوماسي. أيوة. دبلوماسي. أيوة. لا ليه وشه. أيوة. ولا ظهره. يا باشا دول مش يابانيين، دول نصابين يا باشا. ولا حركة. أيوة. يا ابن والدي. إيه ده؟ إيه؟ ابن والدي إيه؟ أنا اني مهني زنقت امي. ماذا هو اخطا؟ ازاي؟ ما هذا ازاي ايه؟ لماذا انت غضبان؟ ازاي يا استاذ ياباني
ويتكلم عربي يقول يا ابن والدي. يجوز. لا يجوز. يجوز. صحيح والده كان جابانيز. أيوة. إنما كان يأتي إلى مصر كثيرا. أول ما جاء إلى مصر جاء مع الحملة الفرنسية. أول ما جاء إلى الحملة مع الحملة الفرنسية الحملة ولدت. الفرنسية زعلت. طبعا. جابوا دي لسيمس. قالوا أين هو؟ قالت لهم هو. يا عمونا يا ناس يا ناس جينا ننقذ كمبيوتر. عشنا في اليابان بس مولودين في مصر وادي العدة اهي. العدة. وحاول الحط على الباب. ديناميت ايه؟ ده فاكرين احنا ارهابيين. ارهابيين؟ والله ارهابيين. ارهابيين يعني ايه؟ قالوا ضربوا الاعور على عينه. قالوا خسرانه خسرانه. هتعمل ايه؟ كمل ورايا. ابوس ودنك. احبله احبله. هتعمل ايه؟ اي حركه هفجر الديناميت. News. I am Peter Sissons, one of the news reporters in the Middle East, standing now in Cairo itself, in front of one of the main street banks, where, during the recent history, one of the forced armed robberies occurred about half an hour ago. مطلوب منكم المحافظة على أرواح كل الموجودين في البلد. ما تحاولوش تلعبوا بالنار. إذا كان في ديناميت حاولوا تقتلوا مفعوله فورا. إحنا فاهمين كل حاجة وعارفين كل حاجة. قدامكم نص ساعة وإلا حنس بالبنك عليكم وارتاح منكم. فات خمس دقايق. خمس دقايق. بقول لك ايه؟ ما تسيبش ركبك. بس بس خلطونا خلطونا تونا. سندوتش تونا والنبي. وده وقت تونا. البوليس محاصر البنك بره. هيقذفوا البنك هيقذفوا البنك هيقذفوه. ازاي يسيبوه؟ ازاي يسيبوه؟ ازاي يسيبوه؟ ادي ادي ازاي 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 ايه ده؟ يا ساتر على منظر وشك ده عامل زي الجزمه الواحد نسيها في الشمس. ده ارهابيه. هيتفوا البنك هيتفوا البنك هيتفوا. بعدين بقى في جرائيه مع عصعصه. جرائيه يا اي حركه هفجر الديناميت. وانا اي حركه اي حركه هفرق البراغيث. احنا مستعدين نسلمكم كل خزائن البنك. كل فلوس البنك بس تسيبونا نروح. كل فلوس البنك. كل فلوس البنك. كل خزائن البنك. كل فلوس البنك وخزائن البنك بس تسيبونا نروح. لا. ايه ده؟ كل فلوس البنك ما عدا فلوسي انا. تمي انا شفتك. مليون ونص دولار انا عايزهم منك. انا لا مش عايزهم منك انت. ايه. لا انت باين عليك قوي. انا عايزهم منك انت. فلوسي. يا ساتر شبه الخنفسه المطلقه جديد. دول فلوسه. فلوس مين؟ فلوس مين؟ محدش هيخرج من دول. بالنسبه لنا رهائن. ايوه انتوا بالنسبه لنا بهايم. رهائن رهائن. ايوه امريكان ايوه امريكان ايوه. نو 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 نو.
شوف اللي بتناونه ودي عاوزه ايه. بعدين يا سام تلت ساعه وهنقتحم البنك. هينسفوا البنك، هينسفوا البنك، هينسفوه. ازاي ينسفوا البنك وانا فيه؟ قول لهم ان انا امي ماتت. انت مستعصبني. طب ايه رايك بقى، هم هينسفوا البنك عشان انت فيه؟ وبعدين انا ايه ده؟ الناس بتقع من غير رصاص. الناس بتموت من غير رصاص. كان يوم اسود يوم ما شفتك. كان يوم 10 سنين عايش زي الفل. 10 سنين مفيش بني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه ده؟ في ست كده؟ سبحانك ويخلق ما لا تعلمون. يا رب دفعت خندقين هنا انا عشان تبقى حلوه. حلوه دي بتموت. يالا احنا ما صدقنا انها ماتت. بتموت. اعمل ان انت بتعالجها وخلقها وخلص. اخلق مين؟ اخلق مين؟ حرام عليك. يا نهار اسود دي بتفرهط. دي بتفرهط. دكتور يا ناس، يا ناس دكتور. يا دكتور محتاجه ايه نجيب يا ست؟ محتاجه حد يبوسها. يبوس مين يا ست؟ يبوس الهانم. الوليه دي تنباس؟ دي تنبق دي تنداس. يا اخي مش يبوسها يعني يبوسها، دي محتاجه قبله الحياه. يعني عشان هي تعيش نموت كلنا. يا ناس انقذوها، حرام عليكم. روح 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 خذيها انت. تعالي قبلة الحياة، قبلة الحياة. اشفطي وانفخي هنا. أنا؟ بوسة. بوسة. لا طبعا ما اقدرش. ينوبك سواء. ما اقدرش. ليه؟ لحسن تعديني. تعديني؟ تكني لو انت شبه المسمار المتني. يا رب الولية قرفانة تبوس الولية، أمال احنا هنعمل ايه؟ ده عاملة زي يا نهار اسود. قطعت النفس. اي راجل شهم، اي بني ادم عنده نخوه. يا ناس حرام عليك. VIP بوسه جدع. اولا انا ما اقدرش ابوسها لسببين. أيه. اول حاجه انا امي ماتت. ثاني حاجه انا VIP وهي WC. اضحك كده. يودي زم الله، يودي زم الله. سنانه عامله زي الكلاب الصغيره. يا ناس يا ناس حرام عليكم. بني ادم قاعد انت حاطط كام في البنك؟ مين انت؟ انا 1.5 مليون. تاخدهم وتبوس الوليه دي؟ بتتكلم جد؟ وينوبك شواب. ده انا ابوسها هي واهلها واللي تشدد لها. فلوسي هترجع ببوسها. حلال عليك. احمدك يا رب. الله اكبر. فلوسي رجعت. الله اكبر. احمدك يا رب. مبروك. 1.5 مليون. الحمد لله. احمدك يا رب. أعملك يا رب. مش عايز فلوس. يا ناس حرام عليك، حرام عليك. أكتر من كده الست هتموت. يا ناس، يا ناس خلي في قلوبنا رحمة. بني بقى دي لو حلوة ما كناش وقفنا طابور. ما كنا خلاص يعني، عشان مضروبة، عشان مضروبة اعتبروها مخلل. ما احنا بنحدق برضو خيارة. عابدو عابدو ينوبك سواء بتموت. بوسة واحدة. بوسة واتمضمض بمية نار. هي البوسه طبيعيه يعني؟ يعني بوسه الحياه، قبله الحياه. عشان خاطري. عشان خاطري. انا اخوك برضه. تتخلى عن صديقك، ترميني في التهلوكه،
الوداع الوداع. افتكر ان انت زحيتني في حفرة. معلش. ايه ده؟ اعوذ بك من الخبث والخبائث. ان كنت من الجن فانصرف، ان كنت من الجن فانصرف. انا مؤمن، انا مؤمن، انا احرقك. ده جن كافر. انا اعرف ان الجن بيجي على هيئه اي حاجه، ودي جايه لي على هيئه شبشب. شبشب. اللهم اني لا اسالك رد القضاء، ولكن اسالك اللطف فيه يا رب. تعال يا ست، تعال. مال مالي يا رب يا رب، ان كان ده تخليص ذنوب مني انا موافق. موافق. ايه ده؟ في ايه؟ كانت واقفه عجل، مين اللي قلبها؟ قلب مين؟ فين بقها؟ يا ابني اهو قدامك. ده مش بقها. امال ايه ده؟ ده صرصور ودنها. صرصور؟ اوعى تفتكر ده روز. امال ايه ده؟ دي التهابات. يا رب على قد نيتي اديني. يا رب لو نيتي سليمه اجيلي. يلا بوس بقى. طيب ده الحمد لله، الحمد لله، ربنا حلها في وشي، ربنا حلها في وشي، ربنا حلها في وشي. يا ابني مش دي، مش دي. أيوه. اللي تحت. لا ده الكلب بتاعها. وبعدين البوليس واقف بره. حاضر. البوليس بره عايزين حل. يا ناس بس، يا ناس عايزين حل بس. انا جات لي فكره. ايه الفكره دي؟ جات لي فكره. ايه الفكره جات لك؟ إيه تاني هتعمل لي ده تاني؟ سيدنا سيدنا الافندي. نعم سيدنا الافندي. نعم. في واحده في الطريق بتقول ابعت لي الافندي اللي هناك ده. عايزاني انا؟ ايوه. اذا فقد احسنت الاختيار. تممها على خير. بس وبعدين اعمل ايه؟ لقيت حاجه انت؟ ولا انا. معلش مستنى هنهدى كده، احنا قلقانين دلوقتي، احنا مضطربين. هو النهارده ايه؟ خميس. خلاص القضيه يوم السبت. لسه هننام هنا اليوم السبت. مش هنلحق ننام، ده انا سامع خبر مؤلم. خبر ايه؟ بيقولوا 10 دقايق وهينسفوا البنك. محدش هينسف حاجه يا حمار. ارواح بريئه واجانب اخلوا عرب بيخططوا لايه بره؟ ازاي بس؟ مفيش راديو هنا ولا تلفزيون. يا سيدي احنا في بنك. دوس على اي زرار. الزرار هيجيب لنا حاجه. يمكن تطلع راديو. هنا انا كنت شايف يجي 100 زرار. قول بسم الله ويلا. اه. يا رب. اه. اه. يا رب. اه. الله يخلي انت بتنقل الانذار. لا. بتسنتر. لا ده مش انذار. امال ايه؟ ده مجموعه كلاب. يا عم اختار زرار عادي. حاضر. يلا. انت فين يا جهاد؟ مين جهاد دي؟ وحي كل جامعة الدول وكل الرؤساء يا عم. وكل يا عم الله يرضى عليك. الرؤساء الله يرضى عليك يا عم. احنا مالنا يا عم؟ في دول ناس فاهمين شغلهم. انت هتعمل لي سياسي؟ ده منظر سياسي؟ الله ده حاجة غريبة قوي. احنا بنضحك هنا وخلاص يا عم الله يرضى عليك. ده كان يوم اسود يوم ما اشتغلت معاك يا اخي. ده عاوز يسجنني. الله ده حاجه غريبه والله. صحيح عاوز يوديني في السجن ولا ايه؟ ده عمال يتكلم في السياسه بس. احنا ما انت الظاهر خرجتك من هنا النهارده. واحده قايمه قايمه وهتطلع على عجله نايمه نايمه. اي 5 دقايق ويجي لك التليفون اياه. الو استاذ سيد عاوزينك شويه. يلا هناك بقى. يلا روح بقى هناك. روح بقى. ما تخافش يا ولد. اه ما تخافش. اه لو حصل اي حاجه وقبضوا علي هقول لهم بصراحه ام بربرا. ايوه حصل. هو ده اللي ماشي، هو ده اللي ماشي. قالت كويس ان مفيش منك 10. كويس بتخر جبن. معلش اخر جبن احسن ما اخر حلاوه.
تخافش يالا. ياد ربنا كبير. والله ما تخاف من اي حق، ولو حصل انا هقف اقول لهم بصراحه. انت اللي قايل لي قول الكلام ده. ياه انا عامل حسابي ومبلغ عن امك قبل الروايه. حاجة غريبة والله. قبل الرواية. معلش. معلش بنعيش مرة واحدة يا نادل. يا ولا. والله بنعيش مرة واحدة. ايه يا ولا. خليها حلقة في ودنك. يا سلام. إن قلت ما تخاف. ايوه. وإن خفت ما تقول. يا عيني. إن قلت ما تخاف. علي أنا الكلام ده. يا ده يا ده. لا. أنت بتعمل كده ليه؟ وبعد الناس دي أنت تضحك عليهم هم غلابة. قال لي ان قلت ما تخاف وان خفت ما تقول. تضحك عليهم انما انا اتقرع عليا. انا اللي بعد المسرحيه ما تخلص نجم. شوف في حد بره. شوف في حد بره. شوف في حد بره. انا بقول لك شوف حد بره. رد بقى. شوف حد بره. شوف حد بره. رد يا حجي. جس النبض يا ان خفت معي وانا جس النبض. خليه على الله. انا اللي جس النبض. ربنا معانا. وانت عامل جفاره هنا. ربنا معانا. انا يا عم انا بالي بالشغلانه دي. جس النبض. انا مالي انا مالي ومال التليفون. قول الو بصراحه بس. قول الو. انا ماليش دعوه بالناس دي. قول الو. يا رب. يا رب يا رب. لا ما اقدرش اقول الو والسلك عامل كده. ايه دخل السلك بقى؟ تطلع الو لو 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 يا ابني قول الو. حاضر حاضر. الو. احنا كل حاجه وفاهمين كل حاجه. اهم بيقول لك احنا عارفين كل حاجه وفاهمين كل حاجه. اقطع دراعي بوليس. لا دول مش بوليس. احساسي بيقول دول شرطه. شرطه؟ يا نهار اسود. ولا ايوه غير صوتك. بيسجلوا. خلي بالك. طيب غير ده. الو انا رساله. لا مش الصوت ده. امال ايه صوتك الحقيقي؟ الهون شفيق يا راجل. يا راجل حددت معاك النهارده. خدوا على حجرك. خدوا على حجرك. هيرضى؟ ومين؟ على حجرك. انزل على حجرك. انزل يا ولا. انزل يا ولا. تعال يا ولا. انزل يا ولا. تعال يا ولا. انزل يا ولا. خد يا ولا. يا ابني معنى الكلام مش كده يخرب بيت. معنى الكلام اشتري ما تبيعش. اشتري ما تبيعش. على كام؟ احنا بنشتري ما بنبيعش. يا ابن البوليس بيبيع جنح وجنايات. ايه؟ اشتري جنح وجنايات. بس خلاص اسكت. انا فهمت. لو سمحت الاقي عندك امناء شرطه. ايه؟ ازاي؟ هو انا اول مره اخد من عندك؟ طيب ابعت لي اثنين عساكر عشان الشطرنج فاضي. اما لو انا انا هضيع ابوس ايدك. سيبيلك. الو امبارح كم واحد في العمليه؟ بيقول لك انتوا كم واحد على الطبليه؟ عشان توهوا توهوا. قولوا 13. 13. 13. الو كم واحد تقريبا في البنك؟ بيقول كم واحد قريبك في البنك؟ قولوا العدد في الليمون. قاعدين في الزيتون. العدد في الليمون. الو فيهم ارانب؟ بيقول لك فيهم ارانب. عندنا ارانب. انتوا عندكوا ملوخية؟ يا ابني قول له في اجانب. قول ورايا. انا بلبوغ. قول. اربعة امريكان. اربعة بدنجان. ثلاثة سريلانكا. شوية سيراميكا. اربعة بوركينا فاسو. اربعة اف. اربعة جم عندنا اف. يا ابني قول ورايا. لما قلت وراك طلعت ريحتها وحشة.
أربعة باكستان قطعوا لها الفستان. ثلاثة صعيدة. ثلاثة مع هويدة. ده مش بنك، ده خرابة. أربعة من المغرب. أربعة من الصبح بدري. ثلاثة سيلان. ثلاثة مع سيد زيان. اشخط فيه كله. ايه؟ اشخط فيه وكله. اعمل ايه؟ اشخط فيه وكله. ما انا خايف. ليه؟ خايف اكله ما لقاهوش اشخط فيه. يا ابني كله واشخط فيه. يعني لو شخطت فيه مش جايز يجري ماكلوش. يا ابني كله واشخط فيه، كله. انا عندي فكره. ايه؟ انا اكل نصه واشخط في نصه. يا ابني خليك معايا الراجل على الخط. طيب لو انا شخطت فيه اعمل ايه؟ كله. انت دقته؟ يا ابني خلص. انا حاضر. خلصت على التليفون. الو. قلت اهله. يا ابني مش كده يا ابني. هسكت اهو. اسمع. ايوه. انت سامعني؟ ايوه انا سامعك. انا مش سامعك. منقشر في الكلام. الو. لو ليكوا طلبات قولوا خلصوني. فتحوا القهوه. فين القهوه؟ تطلب ايه؟ عاوزين تطلب، نطلب شحلب. شحلب؟ نجيب شحلب. تاكل حاجه حلوه. شنافه. ايه الشنافه؟ حته شنافه، صينيه شنافه. كنافه يعني؟ قطايط. قطايط؟ انا هاكل قطايط على شنافه. شنافه وقطايط. عندك شنافه؟ الو. احنا مستعدين نلبي كل طلباتكم. هنلبي، هنحج، هنحج، نحج، هنلبي ونحج. احنا ربنا تاب علينا. هنلبي ونحج. هنلبي ونحج. هنلبي ونحج. عارف البوليس لو حججك هيوديك فين؟ هتلف ابو زحمه. لا، هنلبي، هنلبي. بيقولوا هنلبي ونحج. احنا نلبي. الو. يا اخي بص، بعد كده مالكوش اي حج. لو ما حجيناش دلوقتي ملناش حجة. أنا هعمل أجنبي. هما بيقولوا الحقيقة للأجانب. بليز. بليز. من فضلك. لو سمحت. سؤال صغير. هنسافر عن طريق البحر ولا المطاز؟ مطاز. المطاز. الو يا ابني. ما ايه طلباتكم؟ ايه طلباتنا؟ ده باين على الناصيه. توقوا. اعمل ايه؟ قول له احنا بتوع الشبابيه. احنا بتوع الشنافه. الشبابيه. الشبابيه اللي طالع لي. مين هم؟ المطربين الجداد. مين هم؟ وليس توفيز. ها؟ سميره سعيز. الاقي حاجه عندك للظيطه؟ ده ظابط. ايه؟ ده ظابط. ظابط؟ اصبح حاجه للواء محمد عبد الوهاب. علينا. الو. اديني العرض. ايه؟ اديني العرض. والله ما معايا حاجه. ده باين له حرامي. بيقول اديني اللي معاه. انت مين انا؟ اديني اللي جنبك. اديني اللي جنبك. قال قبل القيلولة قلت القاتل المقابل بقاع القبلية قدم القتل يقضي العطر. حياك الله. قبل القيلولة قلت القاتل المقابل بقاع القبلية قدم القرطاشة يقضي العطر. حياك الله. حياك الله. أبياك الله. حياك الله. خدك الله. حيضيع على والله. أمرنا باشا. أنت اسمك إيه؟ أنا اسمي اسمي عبد الجبار. روح المطاز. اقصى عليك. اتفضل. انا اجنازي. ايه اجنازي؟ انا غريز مش من هذا. قصر قصر. ها؟ قصر. ايه الموضوز؟ قصر. يا سيدي احكيزي. الوز. اقفل. اعمل ايه؟ اقفل بقى. حاضر. لحظة. ايه؟ الو. ايوه.
حسيت بيا لما قفلت. انت بتقول لي مين؟ انت بتقول لي مين؟ حرام عليك. معلش عشان خاطري يا رب. بقول لك ايه؟ ايه؟ انت دور هنا وانا دور هنا. على الورق. وانت هنا واحد ليمون والتاني مجنون. يا رب يا مسهل يا رب يا مسهل يا رب يا مسهل يا رب. ايه ده؟ ايه ده؟ مفيش اي درج فيه اوراق. اي درج يا عالم. اي حاجه. ايه ده؟ سر للغايه. هيا هيا حبيبة قلبي. هموت يا اخوانا. الحمد لله. ايه ده؟ طلعوا بطة. يظهر ان في حد تاني في الاوضة. في ايه في الاوضة دي؟ بطة مرات عبد الشكور الغندور. مكان بطة. الله. تعالي. واحدة غيري كانت سابتك تموتي ترزعي. بطتي يا بطيتيني في العالم. ايوه. معلقه صور وتماثيل وانت واخده سفين ابن كلب. للاسف اكتشفت خيانته يوم ما اتجوزتك. زي ما اكتشفت خيانتك دلوقتي. يا مجرم يا ارهابي. ارهابي؟ ايوه ارهابي. قول لها احنا جاي ليه. انا جاي ليه؟ قول لها قول لها يا ست احنا مش ارهابيين. اما تسمعوا عاملتكم السودا دي ايه ان شاء الله؟ مفيش وقت للاسئله. عاوزين الورق. ابص ايديكم. ورق؟ الورق بتاع الواد عم داعش. عارفه الورق بتاع البنك كله؟ عارفه الورق طبعا. طلعي كل الورق. كل الورق اجيبهولك. مفيش ورقه. تعال. والله زمان يا بطه بطوطه مبطبط يا حلو انت. زماناوي بتاع ايه يا عبد الجبار؟ بقى عامله لي الهيصه الكدابه دي كلها علشان شويه ورق؟ كاتكو خيبه سايبين لي الفلوس اللي في البنك وبتدوري لي على شويه ورق؟ كاتكو نيل. انا عايزه الفلوس الفلوس يا ست. فلوس احنا مش حراميه. مش حراميه؟ امال كنت في البنك بتعملوا ايه؟ بتلعبوا استغمايه ولا 10 كوتشينا؟ انا بقى رايحه ادور على الفلوس. رايحه امن مستقبلي. ما هي الدنيا دي من غير فلوس ما تبقاش دنيا، والناس دول من غير فلوس ما يبقوش ناس. كل حاجه الفلوس. هي الفلوس 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 الفلوس. البني ادم ده من غير فلوس ما يبقاش بني ادم. كله الفلوس. لا تعمليها مسلسل فلوس. بخلص. هي الفلوس. الفلوس. وانت شبه القرش المصدي. فلوس ايه؟ الناس اتهبلت بالفلوس. الدنيا بقت فلوس. يلا بسرعه مفيش وقت. 10 دقايق العمليه هتتم. طب هنقول ايه للبوليس اللي بره؟ هنقول له ان احنا سهلنا المجرمين وهربنا. هربتوا فين؟ هربتوا فين؟ واحد ليمون والتاني مجنون. انزل بقى. تعالى انا. تعالى انا. انت مين انا؟ تضرب صاحبي ليه انا؟ لازم نخرج حالا من البنك. انت في ايه في البنك؟ في قنبله هتقرأ بعد شويه. قنبله؟ ايوه. إرهابيين فعلا في البنك؟ ايوه. فين زمايلك؟ زميلي جاله قنبله بتجري وراه. هتفرقع امتى القنبله؟ هتفرقع بعد 8 دقايق. كم؟ 8 دقايق. 8 دقايق. 8 عبد الجبار. تعالى تعالى. ده انا هخنقك خنقه. تعالى تعالى. جاهزه الاوضه اهي. خش خش شم ريحه عيلتكو. اهو قفلت عليك بالمفتاح عشان ما يبقاش لك حجه. والمفتاح اهو يا جزمه. ولا شفت زميله؟ شفت زميلي الارهابي ماشي؟ نعم زميلي الارهابي. خلاص حطيته في الاوضه اللي بتموت. قفلت المفتاح ورميت المفتاح يا جزمه. نهارك اسود. هو الوحيد اللي عارف مكان القنبله فين؟ حبيب قلبي. يا خرب اسود عليك. هجيب لك هوا. القنبله فين؟ ايوه هقول. حاضر. قانونية. احنا ما بندورش عشان احنا بندور على القنبلة. فين القنبلة؟ هسأله هسأله. بص مش عاوزين استعجال لا نضيع كلنا. فكر معايا. بص انت واحد مننا لو غلبت اسكت. عاوز ايه مني؟ القنبلة. قول له فين؟ بص القنبلة. ايوه فين؟ هيعمل لي كده. هات يا سيدي. يعني ايه؟ هات اكسر. ولا هدش دماغك. ايدك. قنبله فين؟ ايدك. الواد بيقول لي في ايدي. الواد بيقول لي في ايدي. الغبي بيقول ايه ده؟ ايه ده؟ قول لصالح طلع الناس بسرعه. راح اخرج الناس بسرعه. طلع الناس بسرعه من الخزنه. استر يا رب. استر يا رب. استر يا رب. هنضيع. ولا ايوه قول للناس دي اللي هيتكلم المكان هينفجر. بس ولا كلمه. اسمع أيوة. قول له نبت المفعولها ازاي.
نبتة مفعولها ازاي؟ افتح الشنطة. بيقول لك افتح الشنطة. هتنفجر فينا. لا ما هو معانا يا اخي. ايوه صح. خد عازل. صح يا لك. يا رب يا كريم. يا مسهل يا رب. يا كريم. يا مسهل يا رب. راس السنة. راس السنة. ايه ده؟ يا نهار اسود اهي انا. اوعى اوعى ابوس ايدك هتفجر انت. لا 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 بالراحه اوعى تقع منك رميح كل ليله حطها بالراحه. انت هتخلي اعتبرني جزمه اعتبرني جزمه. ابعد عني ابعد عني ابوس ايدك يا رب بالراحه يا رب بالراحه. الحمد لله. ده هي تاخدك يا ساتر. ده انت غبي. صور انا اي لقطه تروح في داهيه اي خبطه تيجي على دي مش عارف دي اي لقطه تروح في داهيه. بقول لك في كتالوج عنه. ده بالانجليزي. ده بالانجي. بتعرف انجليزي؟ لسه مصفره امبارح. مصفر مين؟ مصفر مين؟ انجليزي. انا معايا قاموس. أيوة. بس للاسف ناس. عربي عربي. يا ناس يا ناس اي حد سبيك انجلش. ها نو سبيك عربي. كمان كمان يا حد يا يا لا مرضتي اتزموس على بوس. يا عبدو احنا كده احنا مرعوبين يا عبدو. بسرعه. اي وده من ايه؟ اصبر عليه شويه. اي الف سلامه يا اختي. اي وونت ذا ريد اند ذا كار. ترجمي ترجمي. يعني امسك السلك الاحمر وكات. ايه كات دي؟ يعني امسك السلك الاحمر وكات انت دلوقتي. ما تسمعش كلامه. يعني امسك السلك الاحمر وقطعه. اكوتو اكوت. يا رب ابعدوا عني. استرها يا رب. ابعد ابعد عني يا رب يا كريم. الحمد لله الحمد لله. بعده ايه ده بعده؟ اف انا عملت حاجه. انتوا دايما استك كده اف اف هي جايه منك. ارجعي افطر. ها افطر افطر. تفطري ايه؟ هتفطري دلوقتي افطر ذا اورانج اند كات. اورانج اورانج تهبلش بقى. انا عارفها اورانج اورانج. انا عارفها العيل الصغير عارفها اورانج. ايه زبادي زبادي. تسمعش كلامه. يعني يمسك السلك البرتقاني ويقطعه. البرتقاني ايوه عندك اهو. ابعد 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 ابعد. يا خرابي اوف اوف. الحمد لله. كل سنه وانت طيب. انت طيب. هابي بيرثدي. ايه اللي مقص اللي عمال تقطع بيه؟ هي القنبله دي عاملها حلاق. حلاق ودلوقتي بتاعت الفجر دي ليف ليف حته من دماغك. ليه عاوزين يحموا قرد؟ يلا ليه يا اخي ليف اند بلو اب. بلو اب ايوه. يعني هاتوا الليف وبلو يب. غلط. بلو اب هنا يعني هيحصل انفجار. كله يرجع. اتفضل هنديكم كمان مولة صغيرة بس على شرط تخرجوا المرضى وكبار السن والأجانب. مش هتلحق. أنا هعد من واحد لعشرة. مش هتلحق. لا.